الجول اللي انت قلت عليه بتاع النجوم، وانت يمكن الفترة اللي لعبت فيها كويس قوي كانت مع النجوم. تعال نشوف بقى الهدف اللي انت قلت عليه، فاكره انت بقى الهدف ده؟ بس ده ماتش الترسانة. ده ماتش الترسانة، ده الماتش قبل الأخير. ده ماتش اللي قبل الأخير. ده الجول ده برضو ساهم في ان انت برضو حافظت على حظوظك في ان انت الماتش اللي بعده تكسب تصعد، ايوه، وكسبت المنافس المباشر بتاعك هي يعني. السنة دي كانت طول الموسم بننافس، فكانت سنة صعبة الصراحة، بس كانت جميلة. كابتن محمد صلاح برضو شخصية الواحد يحبها، لو اتعاملت معاه شخصية محترمة. جول جامد قوي الجول ده. شوف الجول اللي بعده يا جماعة. ماشي، ده الماتش اللي هو قبل الماتش الأخير، ده اللي انت بتتكلم عليه بقى. لا، ده الجول ده كان في مين؟ ده كان في الشمس برضو، ما كانش في ال ده جول فيش. انت بتحب تشوط من بره المنطقة بتودي. السلام عليكم. دايما مثلا كور ثابته او حاجه بستنى كده على 18، بحب الكور المواجهه دي. اللي هي السكند بول اللي جاية بقى تردد اي كره بتاع. تانية، عشان انا ما بخشش بقى في ال 18 الطول، الموضوع بيبقى في بيبقى الطول. انا بستنى فبلاش احراج، هستناكم انا تحت لو في حاجه ايه هستناها. طيب المرحلة بقى الأهم بالنسبة لكل جماهير نادي الزمالك، وأكيد بالنسبة لك في مسيرتك، إن نادي الزمالك ضمك من الداخلية، التفوق جه إزاي وانتقلت لنادي الزمالك إزاي؟ بص، احنا كنت الفترة اللي بلعب فيها كنت ماشي بشكل كويس، فكان في كذا حاجة، كان في كذا عرض من كذا فرقة وكده، فأنا كنت تمام عادي يعني، مستني لما نشوف ايه أحسن عرض مناسب ليا ومناسب للنادي، وماشيين عادي لغاية بعد ماتش زد في كأس الرابطة أو الاتحاد. يعني بدأت بقى ايه، سمعت كلام كده اللي ايه، في ترشيحات، لا انت ممكن تبقى موجود كلام، بس لسه ايه مش رسمي يعني. فطبعا انا كنت مستني يا ريت. شعورك وانت بتلعب في نادي الزمالك، وشعورك في ظل ان وجود جماهير كتير جدا لنادي الزمالك بالملايين، انت جاي نادي جماهيري، يعني احساسك وشعورك كان ايه وانت داخل نادي الزمالك اول مرة مثلا؟ بص، انا يعني كنت اول يوم كده مبسوط، اللي هو اخيرا، اللي هو حاجه فعلا كنت مستنيها يعني. فمفاجاه بالنسبه لي، الموضوع الحمد لله مشي بسهوله يعني، مفاوضات مشيت بسرعه من ناحيتي ومن ناحيه النادي، فما كانش في اي الحمد لله كلكعه او اي حاجه بوظت الدنيا يعني. فانا كنت متحمس قوي للموضوع ومستني حاجة زي دي يعني. أول تمرين ليك بقى في نادي الزمالك مع مدير فني جوزيه جوميز، شكل التمرين بالنسبة لك حاسس أجواء إيه وأنت مختلفة طبعا، نادي أجواء الزمالك؟ مختلفة بقى، إن أنت داخل النادي، جمهور، ناس بتتفرج عليك من بره، دايما الجمهور بيدعمك يعني. أول لما عرفوا بس إن أنت خلاص رسمي موجود، بدأ بقى ايه الجمهور في كل مكان بقى على السوشيال ميديا يبعت لك، يكلمك، احنا مستنيين، ربنا يوفقك، حاجات من دي بقى. بس وبعدين طبعا انت دخلت ما شاء الله بقى في نجوم في نادي الزمالك، هم صراحة محترمين، وكلهم اول لما دخلت كان ما تحسش ان انت غريب، خدوك على طول كده، دخلوك في وسطهم. الحلو ان انت برضو دخلت مع مجموعة كتير وجديده يعني، اما تعرف انت بتروح نادي وانت واحد داخل على مجموعه كتير، صحيح. بتبقى لسه في الاول مش براحتك قوي يعني، مش واخد راحتك، وانت داخل مع ناس كتير، فالموضوع كان اسهل برضه. سهل الدنيا انك تندمج مع الفريق. واللاعيبه الكبيره الصراحه خدونا على طول كده ايه، مين ابرز الناس اللي استقبلوك في نادي الزمالك؟ طبعا شيكابالا وعمر جابر، و حسوه كده ان انت موجود من زمان، اللي هو مفيش فرق يعني، فالدنيا كانت بسيطة يعني الحمد لله. ايه الكلام اللي قاله لك كابتن شيكابالا؟ ده مهم جدا، قائد الفريق بيكلمك مستقبلك. هو جه سلم علينا كلنا واتكلم معانا يعني، ان انتوا ان شاء الله تبقوا اضافة لينا وتساعدونا،
واحنا ان شاء الله برضو هنساعدكم يعني، ولو احتاجتوا اي حاجه احنا موجودين معاكم. تعالوا لو يعني اي حاجه محتاجينها احنا هنساندكم يعني. فكلام كان محترم منه الصراحه، بيشجعنا على طول، فادانا الثقه اللي في الاول دي، فاهم؟ انت بتبقى داخل لسه مش عارف الوضع ايه، فهو لا هو لملك الدنيا كلها، تعالى اقعد واعمل وبتاع واحنا معاكم، لو احتاجتوا حاجه احنا في ظهركم وكده.